تلاقي عالي. ايوه 200 جنيه بيجيب لها خروف؟ والله 200 جنيه ما بيجيب خروف، لكن انت لقيت قروش وين؟ الخزنه فيها قروش؟ لا لا خزنه شنو يا اخي فيها قروش؟ اصل القروش دي انا خشيت في صندوق مع ستات الشاي. ايوه الصرفه كانت 150، اخوك قبض ال 150 وال 50 الثانيه بصراحه وفرتها من حق الفطور. ما قاعد تفطر ولا شنو يعني؟ لا لا بفطر، لكن بجيب حشوات معي من البيت. حشوات؟ اي والله. والحشوات دي قاعد تمسك لك ماما اسيا ولا منو يعني؟ اي والله بيجينا زي الشفا على الله. وعلويه قالت شنو؟ والله يا علويه زاد ما عارفه اي شيء. علويه ما عارفه؟ ايوه قلنا لهم تقولي في الصباح. يا اخوانا الحشوات دي ناقصه. يا اخوانا يا اولاد في زول شال حشوتين. يا اولاد الحشوات دي وديتوها وين؟ يا اولاد وانا ساكت ساكت. خشمك عندك يا ساكت ساكت. بسم الله يا بابا حقيقه الزوب كوبا الزوب هاي المكتب. يلا عشان انتوا اولاد شاطرين وحلوين اسمعوا كلامي ده كويس. انتوا مش عارفين بابا عنده سكري؟ والزول عنده سكري كان زعل بيقوم يا يغمى عليه يا بتحصل له حاجه بابا. انتوا دايرين تحصل لبابا حاجه زي دي؟ يلا عشان ما تحصل له كده وبابا ظروفه صعبه ما بيقدر يجيب الخروف. كان قلنا له دايرين خروف بيزعل. اقوم انا اكلمه اقول له ولا اولاد اتفقوا؟ قالوا ما دايرين خروف. خلاص؟ اتفقنا؟ اها لقيت قروش زياده؟ والله يا عادل ده هسه ما تجيب. لكن انت جبت 10 حاجات التاكسي. هذا ولا يهمك. ال 200 بتجيب لك خروف. كرامه ان شاء الله. ايوه. الواحد يفرح الاولاد وبس وسكت الملل. يا علي اي عندك يا دار افطر تفضل معي. لا لا افطر انت لان عندك سكري. اسمع اجيب لك مليانه. اي اي الخروف والخراب. والله الحمل ده والله العظيم حرق روحي دي. علي الطلاق يجيني زول ب 150 كانت دلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قال له يا أخي خروف كده يعني يكون بسعر كويس رخيص كده يعني. كم كده يعني؟ والله يعني لحد 200 كده. 200؟ أي والله هذا 200 دي انت بتجيب لك ضحيه لكن غايته بتلقى. اشوف لي يا اخي اي حاجه كده شر حميل كده اي شيء. بس قروشك 200؟ 200 بس. خلاص اسمع انا اديك الحمل اللي اخذه داعي له. ها ابي تشوفه؟ اه شايفه. هاي حمل والله ما شاء الله سمين عايل له يا اخي قبلان لكن ما له بعد كده. ها ما لا 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 بس كنا طقيته انا بالعصا دي باقي هو بيعاقبني عليه العليقه. قمت جذبت فوق العصا دي قبل شويه بس طقيته لكن يعني شديد حرق. ما مشكله يا اخي صار داير يلعب باك ليفت ولا هنا ما خلاص ما مشكله. خلاص قبلان؟ اي قبلان. خلاص اجيب لك عربيه. يوهو مفاجاه الليله حمشي اعمل لكم مفاجاه. بعد ده الخطه نمشي البيت وخلي بتاع العربيه والخروف قاعدين برا. اقول لهم بس خليكم هنا انتظروا لانه انا عندي مفاجاه للاولاد جوا. واخش جوا على الاولاد واقول لهم عندي لكم مفاجاه. المرة دي وين؟ عندي لكم مفاجأة. أنا ذاتي عندي لك مفاجأة. لا 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 مفاجأتي أنا في الأول بعدين أنت. مفاجأتي أنا دي ليديز فيرست. جدا تفضلي يا ستي قولي المفاجأة بتاعتك. أنا فهمت الأولاد، قلت لهم أبوكم ظروفه صعبة، ما بيقدر يجيب لكم خروف العيد، قالوا لي خلاص أحسن ذاته، نحن ذاتنا مش العيد مع ناس حبوبة. يعني هسا خروف العيد ما دايرينه؟
ما داير انه سجمي